المصري وراءنا في مواجهة هذه الهجمة الظلامية التي تتصاعد أصواتها محاولة أن تعيدنا وتعيد مصر إلى الوراء. مصر هي هبة النيل، وهي في الوقت ذاته هبة المصريين المبدعين. مصر هي منبة الليث بن سعد، من هنا بدأ الشافعي الذي كان حنبليا تأسيس فقهه الوسطي الإنساني. هنا انطلق رفاعة رافع الطهطاوي والإمام محمد عبده وطه حسين ليصلوا بين مصر وعلوم العصر، ليجددوا في الفكر الديني والفكر الإنساني في بلادنا، ليأخذوا بيد مصر إلى عالم الحداثة دون التخلي عن خصوصية مصر وفكرها الخاص. في مصر هذه تتصاعد هذه الأصوات القادمة من صحراء الجاهلية وغلظة البداوة لتخنق الحريات الخاصة والعامة وتؤسس لعالم جديد يسوده الاستبداد، إما الاستبداد العسكري أو الاستبداد الديني أو كليهما معا. نحن كل الشعب المصري مطالب بالوقوف وراء مثقفيه ومبدعيه في هذه الوقفة لنواجه هذه الهجمة الظلامية، حتى مؤسس لدستور جديد، دستور يكرس الحريات الخاصة والعامة ويطلق حرية الخلق والإبداع. بدون حرية الخلق والإبداع لا تتجدد المجتمعات، بل تعيد نفسها وتظل في مراحل بداوتها الأولى. أما بالخلق والإبداع فتتقدم المجتمعات